نعرف عليك يا حاج. اهلا بيك. اسم ابنك ايه يا حاج؟ فادي مصطفى السعيد. ايه ظروف اسره؟ هو طالب في معهد السينما قسم التصوير، وكان بيشتغل في مهمه تصوير قرب السفاره الاسرائيليه، وبعد ما خلص شغله للشركه اللي كان شغال فيها وهي وكاله عالميه للاخبار، تم اختطافه من الشارع مجموعه لابسه مدني، واقتادته لمديريه امن الجيزه، تم الاعتداء عليه بالضرب والاهانه، ووجهت له 7 تهم في منتهى الغرابه، منها حيازه متفجرات وذخيره، والاعتداء على السفاره وعلى المديريه، والهجوم على الجيش والشرطه واداره الاقتصاد الوطني. اتهامات مش ممكنه ومش مقبوله، وما تعملهاش كتيبه عسكريه، مش شاب. هو فين دلوقتي؟ هو في سجن تروه، تم تجديد له المره الثالثه 15 يوم على ذمه القضيه لغايه دلوقتي. هو كان في يوم اقتحام السفاره الاسرائيليه كان موجود هناك بالصدفه ولا كان بيأدي شغل؟ كان خلص شغله وقدم شغله للشركه اللي هي مكانها في شارع ابن كثير قرب السفاره الاسرائيليه. يعني تواجده تواجد طبيعي؟ تواجد طبيعي، وفي شهاده من الشركه بتثبت ان هو كان في عمل، وان هو كان بيعمل لدى الشركه، وان هو تم اغتياده واختطافه من امام الشركه اللي كان بيشغل فيها. ظروفه في السجن عامله ايه دلوقتي؟ هو يعني المعامله في السجن كويسه، بس للاسف امن الدوله بتدخل السجن وبتهدد المعتقلين، وبتحاول ان هي تضغط عليهم، وتحاول ان هي تنتزع الترافات منهم، وللاسف كل الممارسات دي كانت بتمارس قبل في عهد مبارك، لسه لغايه دلوقتي مستمره. ومعاه كام واحد زميله؟ معاه 39 واحد. هم عدد ستر. سر القضيه، المحامي قال لك سرها ايه؟ عامله ايه؟ القضيه لا تنظر من الناحيه القانونيه، بيتجدد لهم الحبس من قبل ما يتم التحقيق معاهم، يعني اثناء التحقيقات بيصدر قرار تجديد حبسهم بدون النظر للادله، وبدون تقديم اي احراز او شهود او اي حاجه خالص. الظروف الصحيه والنفسيه؟ لا، هو لغايه دلوقتي متماسك، حاسس ان هو ما زال بيدفع ضريبه كل شباب مصر بيدفعوها علشان الثوره تكتمل، هو حاسس بكده. تمام. بتزوره كل قد ايه؟ انا بزوره تقريبا كل اسبوع. يعني الزياره مسموح بيها وكويس، ويعني معنوياته؟ هو معنوياته متماسك، هو حاسس ان كل يوم بيقعده في السجن له ثمن، وان هو بالفعل بيدافع عن قضيه حقيقيه، والقضيه بتمس كل شباب مصر. طب ضباط امن الدوله ايه بيمارسوا ايه جوه؟ ما بيقولوا ما لهمش وجود اصلا. ما زالوا بيمارسوا الضغوط والتهديد للمعتقلين وانتزاع اعترافات منهم، ورغم ان قالوا ان احنا كشفنا المجموعه الحقيقيه اللي دخلت واقتحمت السفاره واحدثت اضرار فيها، وما زالوا معتقلين نفس الشباب اللي مسكون من قرب من السفاره. طب جهه عمل وراحت شهدت في النيابه وقالت اللي هو ده كان يعمل؟ قدمت شهاده تدل على كده، واعربوا عن استعدادهم لتقديم شهود يؤكدوا ان هو تم اختطافه من قدام مقر عمله. طب اسمه رباعي تاني يا حاج؟ مصطفى السعيد. فادي مصطفى السعيد الصاوي. شكرا يا حاج، ان شاء الله نقابله قريب قريبا. ان شاء الله. ان شاء الله.